يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة فيها تفاصيل كتير على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا، وكل جديد يخص يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله على مختلف الأصعدة داخل منظومة النادي الأهلي. فبالتالي كلام كتير جدا وتفاصيل أكتر هتكون مهمة معانا على مدار حلقة الترند النهاردة وفقراتها المختلفة. لكن الأهم كالعادة هو تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. سؤال الحلقة بيتعلق بمنتخبنا الوطني ورأيك في أداء المنتخب في مباراة الأردن بالأمس اللي قدر منتخبنا أنه يتفوق فيها بنتيجة 3-1 ويتأهل لنصف النهائي عشان يقابل المنتخب التونسي الشقيق والقوي جدا. هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. خلينا في البداية نبتدي بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الفريق يواصل استعداداته للسوبر الأفريقي بالتوفيق إن شاء الله. وفي الترند المحلي، الأشعة تثبت إصابة الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في الخلفية. أما في الترند العالمي، صلاح يحقق رقما جديدا في الدوري الإنجليزي. طيب ماتشات النهاردة في بعض المباريات القليلة، لأن معظم المباريات في أوروبا تبقى أكتريتها يوم سبت، لكن الحد أيضا بيبقى في بعض المباريات، وفي بعض الأحيان بيبقى يوم الاثنين كمان في مباراة أو اثنين في مختلف الدوريات. لكن خلينا نتكلم على الدوري الإنجليزي في الجولة 16. هذه البطولة المميزة جدا، في عدد من المباريات ابتدت الساعة 4. ماتشين كانوا في الساعة 4 ما بين بيرنلي وويستهام. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفرقتين، والشوط الثاني على وشك الانطلاق. والمباراة الأخرى اللي كانت في نفس التوقيت ما بين ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي متقدم بهدف مقابل لا شيء من ضربة جزاء. أما الساعة 6:30 فالمباراة الأخيرة في هذه الجولة هتكون ما بين كريستال بالاس وإيفرتون، مباراة مهمة جدا لإيفرتون وأيضا مهمة لكريستال بالاس. وفي الحقيقة كل المباريات في الدوري الإنجليزي مثيرة ومهمة في نفس الوقت يعني. ده فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني ففي عدد أيضا من المباريات. فياريال بيلعب في هذه اللحظات مع رايو فاليكانو، أو انتهى خلاص بشكل رسمي بنتيجة 2-0 لفياريال على رايو فاليكانو. الساعة 5:15 أوساسونا مع برشلونة، مباراة مهمة جدا لبرشلونة بعد طبعا الهزيمة المتوقعة للأسف. يعني كلمة متوقعة مع برشلونة مش راكبة شوية، لكن طبقا للظروف اللي موجود فيها برشلونة خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، فخسروا من البايرن في الشامبيونز ليج بنتيجة 3-0 وخرجوا من دوري أبطال أوروبا وراحوا لليوروبا ليج، فحاجة غريبة شوية على برشلونة وعشاقه. مباراة هتكون مهمة الساعة 5:15 مع أوساسونا، الساعة 7:30 ريال بيتيس مع ريال سوسيداد، والساعة 10 بالليل المتصدر ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في مباراة نارية وقوية جدا، وأتلتيكو مدريد هيكون محتاج جدا إن هو يفوز علشان يحاول يقرب شوية من ريال مدريد لو حابب إن هو ينافس على الدوري الإسباني. فبالتالي المباراة هتكون ممتعة للغاية. كل التفاصيل وكل الأخبار بقى بالتحديد بخصوص الأهلي وبخصوص كمان منتخبنا الوطني هنتكلم عنه بشكل مفصل شوية. آخر أخبار الشناوي، حمدي فتحي، آخر كمان أخبار المصابين داخل النادي الأهلي بعد المباراة الودية بالأمس أمام طلائع الجيش. كل ده هيكون معنا بعد الفاصل. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كلامنا النهارده عن المنتخب الوطني الاول ووصوله لنص نهائي كاس العرب بعد التغلب على الاردن امبارح بنتيجه 3-1. وخلينا نقسم المباراه شويه، مباراه الامس، لان في الحقيقه الشوط الاول مصر ما جاتش، يعني المنتخب ما راحش المباراه لغايه الدقيقه 40 كده. كان ممكن المنتخب الاردني بصراحه اللي عملوا مباراه كبيره قوي لحد الدقيقه 40، في اول 40 دقيقه في الماتش يقدروا يجيبوا جونين وثلاثه كمان على الجون اللي جابوه، سهل قوي لولا تالق الشناوي. وبصراحه العارضه والقائم اللي انقذونا من هدف تاني كان ممكن يجي بنسخه كربونيه من الهدف الاول اللي استقبلناه في دقيقه 12 تقريبا. لكن الاهم هو ان انت بدايه من دقيقه 40 قدرت ان انت تستفيق وترجع بالشكل اللي انت كنت المفروض تبتدي عليه. احنا ابتدينا بثقه زياده عن اللزوم، بكمان استهتار نوعا ما
بامكانيات المنتخب الاردني، رغم ان هو منتخب محترم جدا، لكن دايما الاسم يعني اسم كبير، اسم منتخب مصر بطولاته كتير جدا، المنتخب الاردني طبعا اسم كبير جدا وشعب شقيق، لكن في الكوره احنا تاريخنا اكبر، فممكن تكون دي العوامل اللي اثرت علينا في الاول. الجون التعادل جه بتوقيت مميز جدا قبل ما الشوط الاول يخلص، يعني في الدقيقه 45 تحديدا، وكان في دقيقتين وقت بدل ضايع، جبت جون التعادل عشان تنزل الشوط الثاني بالثقه المطلوبه، اللي هي ما تكونش زياده عن اللزوم، بس اللي هي تديك ايه دفعه معنويه خلال الشوط الثاني. مع بدايه الشوط الثاني حسين فيصل ضيع الكوره، ما تضيعش طبعا جوه السته، يعني جوه السته ده جوه الجون يعني، لكن ما كانش موفق خالص انه يلمس الكره وتخش جول، وقدرنا في الاخر بعد ما وصلنا للاكسترا تايم احمد رفعت نزل غير الماتش بتمريره من محمد شريف بشكل مميز جدا ومرور رائع، وعمل كمان احمد رفعت الجون الثالث لمروان داوود الظهير الايسر لمنتخبنا الوطني، امبارح كان بيلعب ظهير ايمن يعني، لكن هو اصلا بيلعب في انبي ظهير ايسر. وبص بقى على حاله اللاعب ده، اولا هو بكى بعد الجون ببساطه، ليه؟ لانه السنه اللي فاتت يعني بلاش نقول السنه اللي فاتت، من كام شهر بس كان لاعب في نادي الشمس في الدرجه الثانيه، وبعد كده انبي خدوه، مش بس راح انبي لا ده كمان لعب في المنتخب، مش بس لعب في المنتخب لا كمان جاب جون، سبحان الله يعني. فاكيد اجتهد واكيد اشتغل على نفسه عشان يوصل للمرحله دي، فطبعا حاجه جميله. المجمل فوز مهم من الجانب المعنوي، من جانب كمان بعض الترتيبات والوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال مستر كارلوس كيروش الجريء جدا المميز قوي قوي قوي، حتى لو خسر البطوله، لان احنا في مرحله تجربه وهي المرحله الاخيره في وجهه نظري ووجهه نظر الجميع، مفيش تجارب بعد كده، فكون ان الراجل ده يعمل قاعده ممتلئه باللاعبين المميزين اللي تقدر ان انت تستفاد بيهم في بعض المراحل على حسب الظروف المختلفه اللي ممكن تتعرض ليها، فدي حاجه ايجابيه تحسب له. تعالى كده فكر معايا، لو كان مدير فني مصري مع كامل الاحترام والتقدير لكل مدربينا المميزين جدا في مصر قوي 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 يعني، لكن عمر ما اي مدرب مصري كان هيبقى عنده الجراه ان هو يستدعي هذا الكم من اللاعبين اللي لاول مره بيشاركوا مع المنتخب، اللي هم مش مصدقين نفسهم ان هم موجودين في المنتخب، فدي حاجه تحسب لمستر كارلوس كيروش في الحقيقه، وجت بنتائج ايجابيه كبيره جدا. مش بقول ان كل الموجودين دول هيبقوا يفضلوا طبعا موجودين مع المنتخب لا، بس في نفس الوقت لما تجيب المحترفين مع العناصر الاساسيه مع كلام من ده، لو لا قدر الله حد حصل له حاجه، عندك ناس لعبت مع المنتخب قبل كده تقدر تلجأ لها، تقدر تستخدمها في اوقات مختلفه يعني. فبصراحة الواحد سعيد جدا بالتجربة دي، الواحد سعيد جدا بشكل منتخب مصر، الروح اللي كانت في ماتش الجزائر وفي الشوط الثاني أو بداية الشوط الثاني ماتش الأردن امبارح حتى انتهاء المباراة بأوقاتها الإضافية، هي دي الروح المطلوبة واللي احنا دايما نفسنا نشوف عليها منتخبنا الوطني. حسين فيصل لعيب كبير، أحمد رفعت، كل الناس دي أول مرة تبقى موجودة في المنتخب الأول يعني، أحمد ياسين مميز رغم أنه أخطأ بعض الأخطاء بس ده طبيعي يعني، ثالث مشاركة تقريبا ليه مع منتخب مصر أو رابع مشاركة يعني في البطولة دي، أول مرة يمثل المنتخب في بطولة زي دي يعني، في عدد كبير. مروان داوود، عايز أتكلم بالتحديد على مروان حمدي لاعب منتخبنا الوطني ولاعب الزمالك المعار لسموحه، لان دي امور مهمه جدا. طب قبل ما اعلق على مروان حمدي خلينا بس هتكلم على المنتخب طبعا، بس عايز اروح دلوقتي الافتتاح مهم جدا في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد لمجمع الصالات، وانا قبل ما ادخل الهواء قعدت اتفرج على لقطات للصالات دي، حاجه تفرح وحاجة أكثر من رائعة. وزي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي قدامنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيوصل في هذه اللحظات لمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، ومعاه أعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد مرتجي، كمان الأستاذ طارق أنديل، كابتن حسام غالي، محمد سراج الدين. واضح الحماس الكبير جدا، مي عاطف موجودة، حماس كبير جدا واضح على المجلس الجديد للنادي الأهلي في بداية لحقبة جديدة، المجلس جديد تم انتخابه من أسبوعين فقط، والناس دي بصراحة يعني على غرار الدورة اللي فاتت أو الأربع سنين اللي فاتوا بيقفوا بوعودهم وما بيهزروش، واخدين كل البرامج اللي كانوا حاطينها أمام أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي واخدينها بشكل جدي جدا، مش مجرد ان انا اقول وعد وربنا يسهل، اصل الظروف، اصل الامكانيات، اصل مش عارف ايه، لا امكانيات متوفره، الظروف حتى لو صعبه، بنشوف كورونا وبنشوف حاجات كتير جدا مر عليها النادي الاهلي ومجلس الاداره الحالي اللي معظمه كان موجود في المجلس السابق،
ومع ذلك بيقدروا ان هم يحققوا كل الوعود اللي هم وعدوا بيها، وكل فتره بنلاقي مفاجاه جديده بصراحه من خلالهم. فمجمع الصالات بصراحه ده امر مهم جدا، وادي لحظات الافتتاح لمجمع الصالات في حضور اعضاء مجلس اداره. يعني مثلا استاذ ابراهيم الكفراوي ده كان موجود في المجلس اللي فات، ومع ذلك هو ده النادي الاهلي يا جماعه، مع ذلك الراجل موجود النهارده في افتتاح. يعني مش بقى زعلان او مقموص اصل هم ما خدونيش في الانتخابات او ما خدونيش في المجلس، لا هو ده النادي الاهلي. الصوره دي تعكس قد ايه الروح الجميله ما بين كل من ينتمي للنادي الاهلي. مش شرط ان انا اكون قاعد على الكرسي، لا انا بخدم النادي الاهلي حتى لو من خارج مجلس الاداره. فلقطات ممتازه، واضح انه حفل افتتاح مميز جدا جدا، شيء جيد بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بالتحديد اللي بيتناوبوا على مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد. مجمع الصالات يعني ده مكون من صاله خاصه ب او مبنى خاص بالجمباز، مبنى كمان للاسكواش وتنس الطاوله، ومبنى للكاراتيه، فحاجه اكثر من رائعه وحاجه تدعو للفخر بكل تاكيد. وفي الحقيقه دايما المجلس، انا مش عايز اتكلم عن مجلس كتير عشان الناس ممكن تكون بتاخد الموضوع ده بشكل مختلف، لكن ان انت بتمشي في مختلف او على جميع الاصعده داخل القلعه الحمراء، سواء فيما يتعلق بالجانب الرياضي، النشاط الرياضي، فريق الاول لكره القدم، الجانب الاجتماعي بتشتغل عليه بشكل مميز جدا، الجانب الانشائي زي ما حضراتكم شايفين واحنا شايفين ماشيين بشكل ممتاز، مش بس مقر الاهلي في الجزيره، في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وقريب جدا كمان في التجمع، فحاجه طبعا يشكروا عليها، وده واجبهم في الحقيقه. ده مجمع الصالات، وده او دي صاله الكاراتيه او مبنى الخاص بالكاراتيه، يعني افطار اطفال وشباب النادي الاهلي امام مجلس الاداره، بعض العروض بخصوص هذا الافتتاح لمجمع الصالات، وحاجه بصراحه جيده جدا. ولسه كمان في مفاجآت كتير ان شاء الله باذن الله قريبا طبقا لجدول زمني موضوع من مجلس الاداره بالتنسيق مع المستشار الهندسي طبعا الاستاذ سامح علي كامل او المهندس سامح علي كامل، وكل حاجه بتتنفذ وكل حاجه بتحصل وكله خدمه لاعضاء النادي الاهلي اللي يستحقوا اكثر من ذلك بكثير جدا جدا يعني. فهو ده النادي الاهلي، وهي دي اخر الاخبار والتطورات اللي بتتعلق بالجوانب الانشائيه وكمان الجوانب الرياضيه، وهنفضل متواصلين مع حضراتكم على مدار الحلقه بخصوص هذا الافتتاح لمجمع الصالات المختلفه في مقر الاهلي بالشيخ زايد. الاهلي في الشيخ زايد من كام سنه بس كان لسه المكان فاضي شويه، دلوقتي اللي يروح يلاقي خدمات كتير قوي قوي لاعضاء النادي الاهلي يعني. فده امر جيد وحاجه تفرح وحاجه تخلي الواحد فخور دايما بانتمائه للنادي الاهلي. مش بس انت بتشجع الاهلي بقى في اي لعبه، في كره القدم في اي لعبه بتفرح بالفوز وكلام من ده، لا انت كمان بتفخر بانشاءات النادي الاهلي بكل الخدمات اللي بيقدمها الاهلي لاعضائه، وده امر مميز جدا. الشكل كويس، شكل الصالات الشكل الهندسي بتاع الصالات حاجه حلوه. يعني مثلا الصاله اللي قدامنا دي واضح اهو الرسمه اللي عليها سكواش اللي على شمال الشاشه دي او اللي على شمال الصاله دي، واضح ان هي صاله سكواش ومعاها كمان تنس طاوله بالمناسبه. الصاله دي يعني هي فيها ملاعب سكواش وترابيزات تنس طاوله على غرار طبعا مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وفي الجزيره في برضه تنس طاوله، واكيد هيكون في التجمع لخدمه اعضاء الاهلي في كل مكان، وده أمر مهم جدا جدا جدا. ده فيما يتعلق بالافتتاح وحضور مجلس الإدارة بالكامل. وزي ما قلت لحضراتكم أهم لفتة بالنسبة لي هو أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق متواجد مع مجلس الإدارة الحالي بيكملوا الشغل اللي هم ابتدوه بشكل جيد جدا بمنتهى الود والاحترام والرقي. ولما تيجي تتكلم عن الرقي دايما هتلاقيه جوه النادي الاهلي بدون مبالغه في الحقيقه. فدي حاجه كويسه وحاجه احنا متعودين عليها دايما داخل النادي الاهلي يعني. طيب خليني كمان اقول لحضراتكم ان يعني اللقطات دي هي لقطات حاليه بشكل مباشر، اكيد برضو هيكون متواجد اعضاء مجلس الاداره في الصالات الاخرى سواء مبنى الجمباز او مبنى سكواش وتنس الطاوله من خلال لقطات من خلال لقطات هتكون معانا بعد شويه يعني.
فدي حاجه مهمه واكيد بنتابعها وبنسعد بيها بشكل كبير قوي. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل هذا الحدث ونتكلم عنه بتفاصيل كتير، وهيكون معانا بعض اللقاءات وهيكون معانا كمان مراسلينا من خلال مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد عشان يقولوا لنا كل الجديد وكل الكواليس الخاصه بهذا الافتتاح. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل. طيب يعني ما زال طبعا افتتاح مجمع الصالات بمقر الاهلي بالشيخ زايد احداثه مستمره من خلال طبعا بعض الصالات المهمه لاعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد، سواء صاله السكواش وتنس الطاوله، صاله الكاراتيه، وصاله الجمباز، وحاجه شكلها اكثر من رائع، وكمان في مكان لجلوس الاعضاء زي ما حضراتكم شايفين كده شكل مميز جدا. هنفضل مستمرين معاكم في هذا الحدث اول ما يكون في اي جديد عشان نوفي حضراتكم بيه اول باول. لكن خلينا نرجع لمرجعنا وتعليقنا على منتخبنا الوطني امبارح، ووصلنا عند مروان حمدي يعني. والناس كتير بتنتقد اللاعب بشكل مبالغ فيه وبشكل ممكن يأثر على اللاعب وينهي كاريره تماما. بنشوف ده بيحصل مع بعض اللاعبين، بيبقى فيه تنمر، بيبقى فيه انتقاد صعب جدا جدا جدا، تريقه يعني بشكل عام، وده امر غير مطلوب بالمره، لان في الاول وفي الاخر لعيب كوره يعني. فممكن المستويات تبقى متفاوته، لاعب جيد، لاعب مستوى مش قد كده، ممكن دلوقتي هو مش موفق بعد كده يكون موفق يبقى مميز جدا. فدايما الانتقاد لازم يكون انتقاد بناء بالنسبه لاداء اللاعبين او حتى الاجهزه الفنيه، عشان نحاول نساعد اللاعبين على التفوق بشكل اكبر واكبر. خليني كمان اتكلم معاكم بخصوص مباراه الجزائر والمغرب، وكانت ايه المتعه دي وايه الجمال ده، ومباراه كانت اكثر من رائعه، احلى مباراه في كاس العرب لحد دلوقتي في الحقيقه يعني. المنتخبين كبار، ولك ان تتخيل ان المنتخبين دول بيلعبوا بالصف الثاني او بمعظم اللاعبين المحترفين ما كانواش موجودين، فبيلعب باللاعبين الموجودين في الدوريات العربيه يعني، واللي موجودين في الدوريات المحليه بتاعتهم. فاداء كان اكثر من رائع، مباراه انتهت بضربات الجزاء الترجيحيه بعد حتى في الاوقات الاضافيه اهداف اكثر من رائعه، جون بتاع البلايلي عالمي عالمي جدا، جون بدر بنون ارتقاء بضربه راسيه ممتازه، لكن المنتخب المغربي لم يوفق في ضربات الجزاء، وفاز المنتخب الجزائري عشان يقابل قطر في المباراه في دور نصف النهائي، ومصر مع تونس، وان شاء الله مصر تكون موفقه وتقابل الكسبان من الجزائر وقطر في المباراه النهائيه. لكن الشيء الملفت في الحقيقه ولازم نعلق عليه، وهو الاداء التحكيمي وكيفيه تطبيق تقنيه الفار في كاس العرب. يا راجل ما فيش غلطه واحده، غلطه واحده تطلعها من البطوله دي غلطه تحكيميه مستحيل، هتتعب عشان تلاقي، ولو لقيت غلطه مش هتكون مؤثره اصلا، مش هتحس بيها ولا هتاخد بالك منها. فبصراحه هي دروس مجانيه لحكامنا المصريين اللي بعافيه شويه، او مش عايز اقول بعافيه شويه، هم محتاجين يشتغلوا على نفسهم شويه، بعضهم مش كلهم، عشان اكون بتكلم بشكل يعني واضح يعني. ازاي تستخدم تقنيه الفار؟ امتى تروح؟ ازاي ما يبقاش عندك اي نوع من انواع الاحتواء او اي نوع من انواع العاطفه؟ شفنا ماتش قطر مع مين؟ مع الامارات في ربع النهائي، 5-0 لقطر الشوط الاول عادي جدا. لا بقى قال لك مانجمنت ولا اداره، وقت ده وقت الاداره، ولا مفيش كلام ده، مفيش الثقافه دي اصلا. ضربه جزاء ضربه جزاء، ضربه جزاء تاني هديها ضربه جزاء تاني، مفيش مشكله. جون مش اوفسايد يبقى جون. ببص على الفار، باخد القرارات الصح. امال الفار بيعمل ايه؟ الفار بيساعدني، الفار بيخليني احاول اخرج باقل عدد ممكن من الاخطاء، واحاول ان هي ما تبقاش موجوده اصلا. بصراحه لحد دلوقتي هي مش موجوده، هي مش موجوده الاخطاء اصلا، بالتحديد الاخطاء التحكيميه يعني.
فدروس مجانيه في التحكيم لحكامنا المصريين، يا رب يكونوا استفادوا منها بشكل كامل يعني. طيب خلينا نرجع لمرجوعنا كمان، وامر مهم جدا، وكابتن محمود الخطيب اثناء دخوله صاله الاسكواش وتفقده لهذه الصاله بعد الانتهاء من اعمال انشائها وتجهيزها بشكل كامل على افضل صوره ممكنه، زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجه ممتازه، حاجه جميله جدا جدا، متعودين عليها داخل النادي الاهلي دائما وابدا، ان انت ما بتوصلش لمرحله واحده من التطوير وتقف عندها، لا انت بتكمل وبتشتغل، وايا كان وصلت لايه هتحاول تطور برضه، ما فيش حاجه بتبقى 100%، لكن انت بتحاول توصل مش لل 100% بس، انت بتحاول توصل لل 200% من الانشاءات المميزه، من الصالات اللي تخدم اعضاء النادي، من كل حاجه، كل حاجه مهمه بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، وبالتحديد هنا احنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين على مقر الاهلي في الشيخ زايد. المكان كويس جدا، الشكل الهندسي، انا بصراحه مش مهندس ولا حاجه، بس انا شايف الحاجه شكلها حلو يعني، زي اي واحد مش دارس هندسه او مالوش في هندسه الانشائيه او المعماريه او الكلام الصعب قوي ده، ما اعرفش الناس تدرس الحاجات دي ازاي، لكن في كل الاحوال لا الشكل حلو، الشكل يبسط يعني. كابتن محمود الخطيب مع اعضاء مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، وراهم المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي، في حضور بعض الاعضاء، بعض اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين بيصافحوا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي، بعض الشخصيات المهمه جدا اللي موجوده. بيعجبني دايما التكاتف والانسجام والتفاهم اللي موجود ما بين اعضاء مجلس الاداره وبعضهم، وده يعني بيساعد على ايه؟ بيساعد على ان دايما ان انت تقدر تحقق المطلوب. ممكن يكون في اختلافات في وجهات نظر، ان انا لا عايز اعمل الشكل ده، لا والنبي انا شايف ان احنا نعمل الشكل ده، كله بيحاول ايه؟ يحاول يعمل حاجه تكون افضل لصالح النادي الاهلي. في الاخر بتوصل لصيغه تفاهم وبتوصل لقرارات، القرارات بتطبق على ارض الواقع من خلال المشهد اللي احنا بنشوفه ده، من خلال الانشاءات المميزه جدا اللي احنا بنشوفها دي، ان انت يبقى عندك مجمع سكواش، ملاعب سكواش موجود في مدينه نصر، موجود في الشيخ زايد، من الوارد جدا ان هو يكون موجود كمان قريبا في الجزيره، هو موجود بالمناسبه في الجزيره، ما اعتقدش ان هو موجود في مدينه نصر يعني على ما اتذكر، في التجمع اكيد هيكون موجود، لسه ده قريب موضوع التجمع ده برضو هنتفاجئ بيه في اطار المفاجات العديده اللي بيجهزها وبيحضرها دايما مجلس اداره النادي الاهلي يعني. ف يعني امور جيده، والتناغم بيدي النتائج دي، التفاهم ما بين اعضاء المجلس والحب اللي موجود ما بينهم، ان الكل موجود في اي ايفنت او اي حدث بيخص النادي، الكل حاضر والكل متواجد والكل بيفرح مع الاعضاء، الكل بيشارك الاعضاء الفرحه بمنشاه جديده، بلعبه موجوده، بخدمات جديده بتقدم لاعضاء النادي في مختلف الافرع، بكل حاجه. فهو ده النادي الاهلي بصراحه، والكلام ده صعب تلاقيه في مكان تاني زي النادي الاهلي. اكيد نتمنى كل الانديه تبقى على غرار الاهلي في كل الخطوات المميزه اللي بياخدها على صعيد التطوير الانشائي والتطوير الاجتماعي وكمان التطوير الرياضي، فدي امور جيده جدا في الحقيقه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه هنتواصل معاكم بكل التفاصيل اللي بتخص النادي الاهلي وكل اخباره في كل الاصعده اللي بتخص النادي وبتخص اعضاء النادي كمان، استنونا.
طبعا افتتاح مجمع الصلاة بفرع الأهلي بالشيخ زايد مازال مستمر من خلال هذا المشهد المميز جدا والرائع. نتيجة مجهود كبير تم بذله من قبل مجلس الإدارة ومن قبل العاملين داخل النادي الأهلي بكل تأكيد، ومن خلال الإدارة الهندسية طبعا أمر مؤكد. اللي عجبني كمان سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، يعني تحط جدول زمني من خلال الجدول ده بتقدر تحاول كمان قبل الميعاد المطلوب إنك تنجز، وده لو شبهناه هنشبهه بمصر وبالشغل الكبير جدا اللي بيتعمل في مختلف الجوانب والمجالات داخل جمهورية مصر العربية الحبيبة، سواء فيما يتعلق بطرق وإنشاءات مهمة جدا بتنجز في مدة زمنية قليلة قوي قوي، يعني في إطار التنمية يعني بشكل عام في الدولة المصرية، وده أمر احنا لامسينه بشكل كبير. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا ومهمة داخل الدولة المصرية، وأكيد بتمشي على نفس النهج بكل تأكيد. في هذه اللحظات احنا دلوقتي في صالة الجمباز وبعض العروض من خلال طبعا يعني بنات النادي الأهلي الشابات أو الأطفال والأبناء كمان اللي موجودين بيقدموا عروض بخصوص الافتتاح، وافتتاح بالتحديد صالة الجمباز، وحاجة واضح إن هي معمولة على أعلى مستوى على غرار صالة الجمباز الموجودة دلوقتي في مقر الأهلي في الجزيرة. في الحقيقة كانت زمان مش بالمستوى المطلوب واللي يليق بالنادي الأهلي، لكن تم تطويرها في السنتين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، وتم افتتاحها طبعا بشكل رسمي من أكتر من سنة على ما أتذكر. لكن برضو صالة الجمباز دي واضح ان هي معمولة على مستوى عالي قوي، خامات مميزة جدا اللي بيتمرن عليها واللي بيأدي عليها العروض طبعا لعيب ولاعبات الجمباز داخل النادي الأهلي، فحاجة مفتخرة بصراحة كده، حاجة جميلة جدا، الواحد مبسوط وبيفرح دايما لما بيشوف حاجة إيجابية من ضمن الإيجابيات العديدة في الحقيقة داخل النادي الأهلي، ومن ضمن التطويرات الكتيرة جدا اللي بنشوفها دايما وبنعيشها وبنلمسها داخل القلعة الحمراء. يعني العرض ده طبعا أمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، واللي ما بيتواناش ويعني ما بيضيعش وقت في الحقيقة في أي حاجة يقدر من خلالها يطور أي شيء داخل النادي الأهلي في مختلف فروعه. بنشوف كمان الكابتن حسام غالي موجود، بنشوف الأستاذ محمد الجرحي طبعا عضو مجلس الإدارة موجود، الأستاذ جمال الجبر مدير إدارة الإعلام موجود، يعني الإدارة التنفيذية بالتحديد طبعا مدير التنفيذي النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي أيضا موجود، واللي بيعمل بصراحة مجهود مميز جدا جدا داخل القلعة الحمراء من ساعة ما تولى هذه المسؤولية الصعبة بكل تأكيد. فبالتالي مشاهد رائعة بنعيشها لحظة بلحظة مع حضراتكم، وبنفرحكم بيها من داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. وزي ما بقول لحضراتكم دايما التطوير ما بيقفش عند مرحلة معينة، المجلس نفسه متفاهم حاجة زي دي بشكل كويس جدا، وبيأمل دايما وبيسعى وبياخد خطواته في إطار المزيد والمزيد من التطويرات داخل مقرات الأهلي المختلفة. عروض مميزة بصراحة بنشوفها، لقطات حلوة يعني تبسط كل الأعضاء، ومش بس أعضاء النادي الأهلي، تبسط كمان جمهور النادي الأهلي. ممكن أكون أنا واحد من الجماهير اللي بتتابع، مش أنا قصدي بشكل شخصي، يعني بعض الجماهير الأهلوية اللي بتكون بتتابع ما عندهمش الحظ إن هم أعضاء جماعة عمومية في النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت بيتبسطوا لما يشوفوا الكيان اللي بيشجعوه أو النادي اللي هم بينتموا ليه وبيحبوه وبيعشقوه يشوفوه بهذا المستوى المميز من حيث الإنشاءات ومن حيث مختلف الألعاب الموجودة داخل النادي الأهلي. بيتبسطوا لما يشوفوا التفاهم والتناغم اللي موجود ما بين كل العاملين داخل النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا مجلس إدارة النادي، الشغل اللي بيتعمل، الجانب الإنشائي المميز، حاجات كلها بصراحة تفرح وحاجات كلها تدعو للفخر دايما عند أي أهلاوي إن هو يبقى فخور دايما وأبدا يعني بناديه. العروض ما زالت مستمرة، ويعني الافتتاح ما زال مستمر بفقراته المختلفة والمتنوعة والمميزة بصراحة، ما شاء الله يعني حاجات أكروباتية مميزة يعني لو مصطلح صح، وده من داخل صالة الجمباز داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد. يعني أبطالنا من بنات وأبناء النادي الأهلي
واضح مدى تفوقهم الرياضي ومدى تطورهم الرياضي ومدى اهتمامهم بالرياضة بشكل عام واللعبة اللي بيحبوها، وبينالوا اعجاب طبعا كل الحاضرين بالتحديد مجلس الاداره وكل يعني الحاضرين من اعضاء النادي بشكل عام، العاملين داخل القلعه الحمراء، المدربين طبعا اللي بيعملوا مجهود كبير جدا جدا عشان نشوف الاشكال والعروض المميزه دي، والكل بصراحه جوه الاهلي بمختلف مكانه او مركزه او منصبه، الكل بيجتهد، الكل بيشتغل عشان يوصل لهدف معين. الهدف معين اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه؟ هو مصلحة الاهلي في الاول وفي الاخر. لما يكون شاب او شابة بيحبوا لعبة معينة عايزين يتفوقوا فيها عشان نفسهم وعشان بيكون فخر كبير جدا ان هم يمثلوا نادي كبير بحجم النادي الاهلي، فحاجة رائعة جدا. كل التحية والشكر لمجلس الادارة، وده واجبه في الحقيقة، مش بشوف ان هم يعني بيعملوا حاجة بيمنوا بيها على الاعضاء، لا في الحقيقة ده واجبهم وده شغلهم، وهم دايما بيقروا بكده وبيعترفوا بكده، وان شاء الله المزيد والمزيد من الجوانب المميزة جدا اللي قدموها لكل اعضاء النادي الاهلي في مختلف مقرات النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع وبعديه نرجع نكمل، استنوني. يعني افتتاح لسه مستمر او على وشك الانتهاء من خلال اللقطات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وافكر حضراتكم هو كان افتتاح مجمع الصالات بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد من خلال ثلاث مباني، مبنى الجمباز ومبنى بيتمثل فيه الاسكواش وتنس الطاوله ومبنى اخر للكاراتيه، وافتتاح كان مميز جدا من خلال بعض العروض من ابناء وبنات النادي الاهلي، وحاجه اكثر من رائعه. وبنشوف هذه اللحظات لقطات لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره الحالي في اثناء هذا الافتتاح، وطبعا بعض الصور التذكاريه اللي دايما متعود عليها الكابتن محمود الخطيب من خلال اعضاء النادي الاهلي، دايما بيبقوا حريصين قوي ان هم يتصوروا مع قيمه وقامه كبيره جدا، سواء على الصعيد الرياضي كلاعب سابق في النادي الاهلي واسطوره من اساطير النادي الاهلي، وايضا كلاعب واسطوره من اساطير منتخبنا الوطني، او حتى كمان على الصعيد الاداري ما شاء الله ماشي بشكل مميز جدا على مدار اربع سنوات سابقه وماشيين في السنه الخامسه بالتوفيق دايما كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره. طيب خلينا كمان نروح لمشاركات حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، والسؤال كان خاص بمنتخب مصر ورايكم في اداء المنتخب في مباراه الامس امام الاردن، فهناخد توقعات حضراتكم او مش توقعات بقى، ناخد اراء حضراتكم في اداء المنتخب، ونبتدي بالسيد محمد هيبه. مساء الخير عليك يا امير، طبعا مساء الفل على حضرتك، اداء كان جيد، كانوا لعيبه رجاله وان شاء الله نكسب مباراه تونس وان شاء الله هنكسب البطوله، تحياتي لك تحياتي لحضرتك. خلينا كمان ناخد شاكر محمد، الروح والجرينتا واللعب دون تراخي ده مفترض يسجل باسم مصر، مهما تاخر هذا المنتخب في النتيجه ولم تنتهي المباراه لن يخرج المنتخب خاسرا، الفرص اللي بتضيع امام المنتخبات الاخرى قابله للتعويض الا التي تضيع امام مرمى الشناوي، نهايتها خساره وحسره، مبروك لمنتخب مصر التاهل باستحقاق. يعني مبروك طبعا لمنتخب مصر، وان شاء الله نتمنى ان احنا ناخد اللقب، رغم ان هو مش الهدف الرئيسي من وجهه نظري، يعني الهدف الرئيسي ان انت تشوف
عناصر جديده ومدى صلاحيتها لتمثيل منتخب مصر، لكن ليه لا ما ناخدش البطوله كمان ونفرح بمنتخبنا وتبقى دفعه معنويه مهمه جدا قبل تحديات غايه في الاهميه سواء فيما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه وايضا التصفيات الافريقيه النهائيه المؤهله لكاس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا المصري. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.